بعد أن فازت حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة بالاعتماد على الأحزاب اليهودية الحريدية، تبين حجم قوة التيار الديني في المجتمع الإسرائيلي وتعزيز نفوذه سياسياً واجتماعياً، وانتقال مجتمع اليهود المتدينين الحريدين من العزلة والتهميش إلى الحكم في إسرائيل. لكن كيف استطاعوا الحريدين كسر عزلتهم وتهميشهم وانتقالهم للحكم في السلطة؟ كل هذا وأكثر سنعرفه الآن، لكن لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات. في البداية لابد لنا أن نعرف أن الأحزاب الحريدية الرئيسية شاس ويهودية تورات الممثلة ب18 مقعداً في الكنيست تسعى إلى توظيف قوتها السياسية للتوغل بمفاصل الحكم، الأمر الذي يمكنها من التأثير على هوية إسرائيل برمتها من دولة يهودية ديمقراطية كما تعرف نفسها إلى دولة تتطلع إلى حكم إسرائيل بموجب التوراة والشريعة الدينية اليهودية. ويضيء تنامي التيار الحريدي المتشدد دينيا على الصراعات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي، خاصة مع عدم حسم مسألة الهوية اليهودية للدولة، وبسبب غياب هوية موحدة ومتجانسة لليهود في فلسطين الذين انقسموا بين علمانيين ويهود تقليديين ومتدينين يعبر عنهم الحريديم وما يسمون أنفسهم بالقوميين. من هم اليهود الحريديم؟ تيار ديني متشدد جدا، وتعني كلمة الحريدي التقي، ويتنكر هؤلاء اليهود للصهيونية، ويعيش غالبيتهم في فلسطين التاريخية والولايات المتحدة، ومنهم من يعيش في الدول الأوروبية ويتنقل بينها، وينتمون في معتقداتهم إلى التوراة والأصول الفكرية اليهودية القديمة. ويتكون هذا التيار من عدة طوائف وأحزاب ينتمون إلى حاخامات، رجال دين يوجهونهم لعيش حياتهم اليومية حسب الطقوس والتشريعات التوراتية. ويتمسك الحريدين بالنصوص التي وردت في التوراة والتلمود وبتعاليم الحاخامات، ويجمعون أن دولة إسرائيل وحياة اليهود فيها يجب أن تحكمها الشريعة اليهودية والتعاليم التوراتية، وليس مبادئ الديمقراطية وقيم الصهيونية والقوانين التي شرعها الإنسان، وعليه يوظفون نفوذهم السياسي من أجل فرض هذه التعاليم على الحياة اليومية للإسرائيليين. ما حجم المجتمع الحريدي وما مدى توسعه؟ يبلغ عدد الحريديم حالياً 1.28 مليون، وعام 2009 كان عددهم 750 ألفاً، وتبلغ نسبة النمو السكاني بينهم 4%، بينما النسبة العامة للإسرائيليين 2%، وبذلك يكون المجتمع الحريدي الأسرع نمواً في إسرائيل. وسيشكل اليهود المتدينون الحريديم 16% من إجمالي سكان إسرائيل بحلول 2030، وتقدر دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن تعدادهم السكاني سيبلغ 2 مليون نسمة عام 2033. ويقطن أكثر من 40% من اليهود الحريدين في مدينة القدس وفي منطقة بني براك قرب تل أبيب، بينما يسكن 7% منهم في مستوطنة بيت شمش قرب القدس، و53% يقطنون في مستوطنات ذات أغلبية حريدية مثل مودعين عيليت وبيتار عيليت وإلعاد المقامة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية، أو في أحياء سكنية داخل مدن كبيرة مثل صفد وطبرية وأسدود وملبس بيتاح تكفى وحيفا وسرفند وأم خالد نتانيا. ما الوضع الاجتماعي والاقتصادي للحريديم؟ تظهر بيانات مركز الأبحاث التابع للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن معدل الفقر بين الحريديم ضعف ما هو عليه بين عامة السكان في إسرائيل الذي يصل إلى 25%، في حين يعيش ما يزيد على 50% من الحريديم تحت خط الفقر، ويمثل هذا تحسنا طفيفا مقارنة بالسنوات السابقة، إذ وصلت نسبة الفقر بينهم 58% عام 2005.
وعام 2022 سجلت معدلات بطالة مرتفعة بين الذكور في المجتمع الحريدي، إذ بلغت 46.5%، وهي نسبة أعلى بثلاثة أضعاف تقريباً من البطالة بين الذكور اليهود غير الحريديين. ويعود ذلك إلى إقدام الذكور الحريديم على تعلم التوراة في المدارس الدينية اليهودية لمدة 3 سنوات على الأقل كبديل عن الخدمة العسكرية، إذ يحصل كل طالب حريدي على معاش شهري بقيمة 1200 دولار. كيف ينظر الحريديم إلى الديمقراطية؟ تتقوقع جميع الطوائف في المجتمع الحريدي وتنغلق على ذاتها منعاً للذوبان في الطوائف والمجتمعات الأخرى غير الحريدية، وتتميز بالتشدد والتعصب للقيم التقليدية التوراتية اليهودية، وترفض تغلغل الثقافة الأوروبية والغربية والقيم العلمانية والديمقراطية إلى صفوفها، وتعترف الطوائف الحريدية بالنظام الديمقراطي على أنه وضع جيد مؤقتاً، بيد أنها تعارض وبشدة اعتماده أساساً للحياة السياسية والاجتماعية، لأنه يأخذ مكان الشريعة اليهودية كمصدر وحيد للتشريع وإدارة الحياة العامة للشعب اليهودي. ويلتزم الحريديم بنصوص توراتية تخص الفصل بين الجنسين وتمنع الاختلاط والعلاقات بين الرجال والنساء، ويحرص هؤلاء على شراء منتجات حلال مصادق عليها من الحاخامية الرئيسية، ويمتنعون عن تدنيس حرمة يوم السبت، ولا يعملون فيه ويخصصونه لزيارة الكنائس وقراءة التوراة فقط. كيف يتعامل الحريديم مع التجنيد في الجيش الإسرائيلي؟ امتنع الشبان في الطوائف الحريدية دائما عن التجنيد تحت ذريعة انشغالهم بدراسة تعاليم اليهودية والشرائع الثوراتية التي هي الضمان للحفاظ على بقاء إسرائيل، وأيضا بسبب صعوبة الحفاظ على التدين والتعاليم اليهودية بسبب الاختلاط في الجيش، ويعتبرون أن دراسة التوراة سلاح روحاني لحماية شعب إسرائيل، وأن التفرغ لدراستها لا يقل أهمية عن الخدمة العسكرية. ورغم معارضتهم، بدأت إسرائيل في مطلع التسعينيات حملة تجنيد بأوساط الشبان الحريديم، حيث أسست وحدة عسكرية خاصة بهم سميت كتيبة هناحل هحريدي أو نيتساح يهودا، وهي كتيبة تنشط بالأساس في الضفة الغربية المحتلة، وأقامت أطراً عسكرية أخرى لاستيعاب الحريديم في سلاحي الجو والبحرية وجهاز المخابرات. ومع ذلك يخدم 1000 فقط من الحريديم في الجيش، على الرغم من أن تعداد الشبان الحريديم يبلغ قرابة 300,000. ما أحزاب الحريديم في الحكومة الإسرائيلية الحالية؟ تشارك جميع الطوائف الحريدية باستثناء حركة ناطوري كارتا في انتخابات الكنيس ضمن أحزاب تحالفية للحريديم الغربيين والشرقيين. ولدى حركة شاس برئاسة آري درعي الحريديم الشرقيون 11 مقعدا تمثلها في الكنيس. أما حزب يهودي التوراة الموحدة بقيادة موشي غفني الحريديم الغربيون فلديه قائمة برلمانية مكونة من طائفتين الحسيديم والليتوانيين، وتضم تحالف حزبي لجيل هاتورات وأغودات إسرائيل، إذ حصل الحزب على 7 مقاعد في انتخابات الكنيست الأخيرة. وعززت الأحزاب الحريدية حضورها في المشهد السياسي الإسرائيلي، وتعد اليوم حجر الأساس في حكومة نتنياهو الجديدة وكذلك الحليف الاستراتيجي لحزب الليكود، وباتت المركبة الأكثر تأثيرا على صنع القرار في مواجهة معسكر الوسط والتيار الليبرالي العلماني. باعتقادك وبعدما شاهدت هذا التقرير، ما هو السبب الأبرز الذي جعل الحريديم ينتقل من العزلة إلى دخول بالعملية السياسية؟ هل هو الفقر أم غير ذلك؟ شاركنا رأيك.